يا رب امين. احنا معانا احمد احمد جلال احمد جلال. احنا جالنا يعني توصيه من الدكتور محمد شهاب اخويا وصديقي العزيز. احنا ما شاء الله ما شاء الله احنا كانت عمليه تهتك في الاوتار بتاعت الايد كلها، كانت حادثه كبيره، وطبعا كان في مشكله في كل حركات الايد من اول الكتف لحد الصوابع. كان جاي لي منهار ومامته كانت بتعيط وكانوا مش مصدقين ان احنا هنوصل لكده. احنا عملنا حوالي 8 جلسات والدنيا بقت زي الفل ما شاء الله. نرفع من الجنب، من الجنب، شايفين يا جماعه؟ اقفل افتح القوه بقى، ما كانش عاوز يتني خصوصا مع الجراحات الكتيره اللي في المكان ده. اتني كمان كمان للاخر، نفتح نضم نقفل. ده بعد 8 او 9 جلسات خلصنا الحالة.